السلام عليكم مستعملي أجهزة شاومي. اليوم غادي نتطرق لواحد القضية مهمة اللي هو الإصدار ديال 12.5 للإشارة. هذا الإصدار هذا يعني تلونصا مع الأجهزة الجديدة ديال شاومي مي 11. جربت النسخة الصينية والنسخة والآن كنجرب النسخة الأوروبية، يعني هي نسخة بيتا ماشي ستابل، يعني مازال فيها شوية ديال المشاكل، ولكن على العموم كتبان لي أفضل من النسخة ديال 12 اللي كانت فيها بزاف ديال المشاكل. خصوصا أنا عندي الهاتف ديال مي 90 برو، كان عندي مشكل في البطارية، يعني داك النسخة ديال مي 12 كانت 12.030 معقلتش بالضبط، كان استنزاف كبير البطارية. هنايا يعني البطارية الأداء ديالها جيد جدا. إذا أول شيء ممكن نبدأ به يعني التغيير الأول، يعني هذه ملاحظة غير فقط لاحظتها، هي لو سونتر دو كونترول. لو سونتر دو كونترول الآن عندك الإمكانية أنك تبدل الجهة ديال هذا لو سونتر هذا، وممكن تردها تكون في هذه الجهة اليسرية ديال لي نوتيفيكاسيون، يعني ممكن تقلبهم بزوج من الإعدادات هذه من جهة. من جهة تانية حيدوا لنا واحد لوبسيون هنايا، هي الى عقلتو انك فاش كتجر من الوسط ديال ليكرون لتحت كيبان لك السونتر دو كونترول، هنا لا، فاش كتجر من الوسط ديال ليكرون كيبان لك غير لي نوتيفيكاسيون، يعني ما كيبانش لك هذا من جهه. الحاجه الثانيه اللي تبدلات ممكن نمشيو لي باراميتر. هذا بعد هو الاصدار الى شفتو، يعني بيتا ولا اكتويد مونستالي ايتترا. هنايا راه عندنا الاندرويد 11 هو اللي عندنا هنايا فيرسيون اندرويد، هي مزيان. دونك نمشيو للحاجة الأخرى اللي كاينة هنايا، هو اللي تبدلات هو هاد وول بيبر اند بيرسوناليزاسيون. هنايا تبدلوا بزاف ديال الحوايج، يعني ولات عندنا بزاف ديال، يعني ولات عندنا الإمكانية أننا نعدلو في الشكل ديال الهاتف ديالنا. هنا مثلا عندنا اولويز اون ديسبلاي، تقريبا بقات كما كانت ولكن مزيودين فيها شي حوايج، بحال مثلا اننا ممكن نوليو نزيدو عدد الخطوات ديال المشي، حيت زادوا لنا هنايا داك التطبيق ديال الصحه. ثم هنايا عندنا اولويز اون ديسبلاي، يعني ممكن نشكلوها كيما بغينا تقريبا بحال الاخر. اللي تزدت هنا بزاف هو هذا لي زيكون، يعني ممكن تشكل انت لي زيكون على الشكل اللي بغيتي انت. يعني هنايا اللي لاحظت معايا عطاونا تقريبا هنايا 5 ديال الاشكال، يعني هادي ثم هنايا ممكن اننا نزيد الحجم او نصغرو ديال لي زيكون. انا تقريبا كنديرهم هكايا باش يجوني صور. ثم ممكن نمشيو لهاد القضيه هادي ديال لي فون ديكرون. لي فون ديكرون هنايا شاومي اعتمدت في هاد الاصدار هذا، اعتمدت بزاف على لي فون ديكرون هوت بريسيزيون، يعني دقة عالية، وهذا الشيء عندهم صراحة زوين بزاف. هنايا ممكن نلقاو هنايا لي سوبر فون ديكرون ولا وول بيبرز. هنايا كنلقاو لي فون ديكرون اللي هما ديناميك، ويعني هنايا هادو زوينين بزاف، جربتهم صراحة خصوصا هذا ديال الجبل، يعني كيتحرك وكيبدل الالوان مع الوقت، حتى في الاورويزون ديسبلاي كيتبدل. غادي نوريكم النموذج واحد شويه من الان، فوي غير نستعرضوا جميع هاد الاشكال اللي كاين هنا ونوريكم مثال. هنايا مثلا عاود ثاني عندنا بحال هادي، يعني شفتو ولا حتى هادي مثلا، هادي اصلا راه كانت في الاصدار ديال 12 ولكن هنا ولات سلسه بزاف. يعني هاد الشيء رائع جدا. هنايا ممكن نلقاو لي فون ديكرون اللي كانوا من قبل في 112، ولكن هنايا كاين عندنا شي وحده اخرين زوينين بزاف زايدين في النص على داك الشيء. هنا مثلا هذا
غادي نمشيو هنايا للفينجر بلانت. فينجر بلانت ولاو داروا لنا 4 ديال الاشكال تقريبا، ماشي بحال الاول وفاش كان شكل واحد. هنا الا لاحظتوا معايا يعني اشكال زوينين بزاف، كاين هذا وكاين هذا وكاين هذا وكاين هذا. تقريبا كنلقاو ان هاد الثاني والرابع يعني هذا مع هذا هما اللي سريعين بزاف. انا تقريبا درت هذا حيت هو اللي خفيف. ثم هنا عندنا لي بوليس. لي بوليس عطاونا بزاف ديال الاختيارات يعني والاشكال ديال الكتبة. وهنايا ممكن تحكموا في الطريقة ديال الخط ولا الحجم ديال الخط مع الطول ديالو. هنا ايضا عطاونا بزاف ديال الحوايج، خصوصا لي نوتيفيكاسيون. لي نوتيفيكاسيون هنا عطاونا بزاف ديال الاصوات، انا ممكن نسمعوهم. نتي الطون ديالي نحيدو هادي. ايوا فوالا، هادو ممكن تلقاهم يعني. كان في الاول انا بانوا لي مزعجين يعني، ما درتهمش. هذا زوين يعني، تقريبا هذا اللي عجبني كاع ديال الطريق يعني. ممكن تدخلوا هنايا وتكتشفوا بزاف ديال الحوايج. ثم هنايا عندنا لي سونغي ديال التليفون يعني، بزاف بزاف ديال الحوايج هنا كاينين. ممكن اي واحد يدخل هنايا ويكتشف المزيد من الحوايج اللي تعرضت في هذا. الحاجة الأخيرة اللي أو الحاجة ما قبل الأخيرة هي لي تيم. أنا للأسف الشديد لي تيم يعني بالفرنسية، ماشي بالفرنسية إنما بالشينوية، ما قدرتش أنني نشارجي شي واحد فيهم. أنا عجبني هذا اللي كاين ديال شاومي، صافي خليته يعني. ممكن تبيرسوناليز أنت التليفون ديالك. الحاجة الأخيرة وهذه اللي لقيت فيها اختلاف كبير ما بين الإصدار ديال هنا والاصدار ديال الشينوا، يعني الاصدار ديال اوروبا والاصدار ديال الشينوا، هي الكاميرا. الكاميرا كاينين بزاف ديال لي زوبسيون في الاصدار ديال الشينوا وما كاينينش هنايا. بحال مثلا نعطيكم مثال، في الايفون اكس اللي عقلته خرجت واحد لوبسيون ديال انت مثلا فاش تكون كتسجل مثلا شي فيديو اون سيلفي يعني بالكاميرا الاماميه، ممكن انك تبدل الشكل ديال الوجه ديالك يكون على شكل مثلا الشكل ديال بنادم الى اخره. هنا ما لقيتهاش فيه يعني، حاولت ما امكن انني نقلب عليها ما لقيتهاش للاسف الشديد يعني. كانت واحد لوبسيون اللي هي زوينه ولكن ما كايناش. اما تقريبا بالنسبه للبقيه راه ما كاين حتى شي اختلاف مع الاخر. بالنسبه للتطبيق ديال جوجل كاميرا، ممكن تاخذوا هاد الجيك كاماتور غتلقاوه في البلاي ستور، ثم هو كيساعدكم انكم تلقاو التطبيق ديال جوجل كاميرا ديال التليفون ديالك. دونك كدير هنايا جوجل كاميرا، كيحاول يقلب على المعلومات ديال التليفون ديالك، ومن بعد كيعطيك هنايا انستال، ومن بعد كتنصالي جوجل كاميرا ديال سميتو. من الاحسن انكم تقلبوا على لا فيرسيون ديال 8 جوجل كاميرا 8 زوينه بزاف. اذا هذا مكان، اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه ممكن يحط لنا السؤال ديالو في التعليق، ونحاول نحاول ان شاء الله نجاوبه عليه. شكرا لكم على المتابعه.